أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. ثلاث عينات، ثلاث كلمات مبدوة بحرف العين، وبينها ارتباط وثيق، عقل، علم، عمل. العاقل رغم وضوح آثاره لكل العقلاء، لكل من يملك العقل، إلا أن حقيقة العقل رغم بحث كثير من العلماء من قبل آلاف السنوات وإلى يومنا هذا، حقيقة العقل شيء غامض جدا، بل أقول البشر إلى الآن لم يصلوا إلى حقيقة العقل. ما هو العقل؟ لا يعرفون. العقلاء لا يعرفون ما هو العقل، فسروا تفاسير وتفاسير، ضربوا شرقا وغربا من دون فائدة. شيء نفهم وجوده بآثاره ولكن لا نفهم حقيقته. لا أريد أن أدخل في تفاصيل
بحث العقل والتفاصيل كثيرة، وفي الروايات الشريفة الحديث عن العقل حديث مفصل وذو أبعاد. هذا بحث في مجاله. العقل شيء نعرف وجوده إجمالا، والعقل كما عليه عامة العلماء إلا النادر، العقل له محركية، له فاعلية. نحن الآن هكذا نقول، هذا ليس تفسيرا للعقل، ولا أحد يتمكن من الناس العاديين أن يفسر العقل تفسيرا دقيقا. لا، انطباعنا عن العقل أنه نور، هكذا نسميه، نور جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، مثاله مثال المصباح بيدك، متى ما شئت أوقدت هذا المصباح حتى ترى طريقك، وقد تعطل هذا المصباح، تطفئ المصباح. هذا إجمالا تفسيرنا الفعلي للعقل، والتفسير ليس تفسيرا دقيقا طبعا. هذا أولا العقل. الثاني العلم. بدوا نريد أن نفسر العلم بكلمة. العلم علم حضوري وعلم حصولي، لا علينا بهذه التفاصيل. إجمالا العلم هو الإدراك، إدراك الشيء، هذا هو العلم. سواء شيء أدركته الآن، الآن أنت تسمع صوتا، الآن الشخص الفلاني جالس عندك، الآن الشخص الفلاني مر أمامك مثلا، حصل لك العلم بذلك، تعلم بهذا الصوت، تعلم بهذا الشخص، تعلم بهذا الجو. أو كان هذا الإدراك سابقا وخزن في ذاكرتك، مليارات المليارات من الأمور المخزنة في أذهاننا، من أصوات، من مناظر، من روائح، من أطعمة، من أشياء لمسناها، مليارات المليارات. هذا المخزون الكبير الموجود في أذهاننا، هذا كله من العلم، علم معلومات هذا. بل حتى ما خزن في خلفية الذهن، تعلمون الذي خزن في خلفية الذهن الإنسان لا يعني لا ينتبه إليه، ولكن هذا أيضا علم. أنت لا تتمكن عادة أن تخرج ما خزن في خلفية الذهن في اللاوعي، لا تتمكن أن تخرجه، ليس كالشيء المخزون في الجانب الأمامي من الذهن الذي تتمكن أن تخرجه متى ما احتجت إليه. الخلفية لا، الخلفية شيء مسجل وأنت لا تعرف عنه، هذا أيضا من العلم، سجل، إدراك كان وإن كنت غير منتبه لهذا الإدراك، هذا أيضا من العلم. بل حتى الأمور التي يجدها الإنسان في نفسه، هذا أيضا إدراك، هذا أيضا من العلم، من العلم الحصول، من العلم الحضوري. يعني ماذا؟ يعني أنت تدرك شهوات معينة، تدرك هذه موجودة في نفسك، تدركها أنت، لعل بعض الناس لا يدرك. الطفل الصغير غير المميز لا يدرك معنى شهوة الجنس أصلا، لا يتمكن أن يستوعب، عنده جهل بوجود شهوة في نفس الإنسان اسمها شهوة الجنس، لا يتمكن أن يفهم. بعض الناس أعاذ الله المؤمنين جميعا، بعض الناس يبتلى بمرض لا يحس بالألم، لو خرقت جسمه لا يحس بالألم،
طبعا حالة نادرة في البشر، ولكن هذه الحالة قد تحدث العياذ بالله تعالى. أصلا الشخص لا يحس بألم، يضربه لا يحس بألم أصلا. هذا الإحساس، هذا الشيء الموجود في الإنسان، هذا الشخص ما عنده هذا الإحساس، لا يدرك شيئا اسمه الألم. طبعا تعلمون هذا مرض خطير جدا، هذا الشخص يلزم أن يكون مراقبا باستمرار، وإلا من الممكن أن أي أصغر شيء يقضي بحياته العياذ بالله تعالى. على أي حال، هذا علم أم لا؟ علم. أنت عندك علم بالألم، هذا الشيء تدركه، هذا كله من العلم. الثالث العمل، واضح معنى العلم، عمل شيء بديهي. الفارق بين الإنسان وبين سائر الحيوانات هو الأول فقط، العقل. وإلا الحيوانات، الآن هكذا نعبر، الحيوانات عندها علم، لعل التعبير عن علم الحيوانات بالشعور، أي تعبير. عند الحيوانات يوجد شيء شبيه بعلمنا، اسمه العلم أو اسمه الشعور، أي شيء كان. فلا فرق بين الإنسان وبين الحيوانات في أصل وجود هذا الشيء، ولا فرق بين الإنسان والحيوانات في العمل، الإنسان يعمل والحيوان يعمل أيضا. الفارق في ماذا؟ في العقل. في الأول، الحيوانات لا عقل لها، الإنسان له العقل، هذا الفارق. والعقل والعلم يؤثران في الثالث، الأول والثاني هما المؤثران في الثالث. الثالث ما هو؟ العمل. العمل متأثر بالعقل أو متأثر بالعلم؟ عقلك هذا ما عليه أكثر العلماء، العقل له محركية، له باعثية، يبعث يزجر يمنع، افعل لا تفعل. يعني ليس كما فسرنا أنه مجرد نور، لا، نور وله أمر ونهي، يبعث يحرك. فالعمل يتأثر بماذا؟ بعقل الإنسان. العقل يقول له لا تظلم، يقول له اعدل، فله باعثية وله زاجرية، يبعث ويزجر ويمنع. وهذا ما يجده الإنسان حسب تعبير العلماء بالوجدان. بالفعل عقولنا تأمرنا بشيء وتنهانا عن شيء، أو عن أشياء، تأمر بأشياء وتنهى عن أشياء. العلم هكذا، العلم له باعثية له زاجرية. أنت العلم الحصول، العلم الحضوري، جزء من العلم الحضوري، أنت تحس بجوع فتقوم من مكانك، تذهب تأخذ طعاما تأكل، هذه أعمال. لماذا هذه الأعمال عملتها؟ لأن هناك علما، علم حصل فيك. أنت تعلم أن صديقك المحبب إليك مريض في المستشفى الفلاني بعيدا عن جميع المؤمنين إن شاء الله، تقوم تركب سيارتك تذهب إلى المستشفى الفلاني، تصعد تذهب إليه تزوره. ما الذي دعاك؟ علمك بأن هذا الشخص مريض، هذا مؤثر. علمك بأن الأسد حيوان خطير يجعلك تهرب من الأسد، إذا كنت لا تعلم هذه المعلومة ما كنت تهرب من الأسد. علمك بأن السم قتال يمنعك من شرب السم. العلم له محركية، مانع ودافع.
وكلما كان المستوى في العقل والعلم أعلى التأثر يكون أشد. قلت لعله تسمية ما يوجد في الحيوانات بالعلم تسمية غير دقيقة لعله، ولكن شيء مثل العلم. الديك يبدي ردة فعل إذا أخذت دجاجته، عنده غيرة، هذا شيء من العلم. الآن نسميه علما، سميه شعورا لا بأس. الحيوان الآخر أيضا يبدي ردة فعل، ولكن ردة فعل الديك أشد. لماذا؟ لأن هذا الإحساس فيه أعلى، الغيرة في الديك درجة عالية، فردة فعله أشد عادة. أجلكم الله، الكلب له وفاء بدرجة أعلى من بقية الحيوانات، ولذا ردة فعله إذا تعرض صاحبه لأذى ردة فعل الكلب أجلكم الله أشد، لأن هذا الشيء في الكلب أجلكم الله في درجة أعلى من بقية الحيوانات. كلما كانت الدرجة أعلى حتى في الحيوانات العمل يكون أشد أقوى. في الإنسان، شخص يعلم أن الأسد حيوان ضار إجمالاً يبتعد عن الأسد ابتعاداً عادياً، أما الذي يعلم أن الأسد من الممكن أن يقتله، أن يقتل هذا الإنسان، كيف يهرب من الأسد؟ هروباً شديداً، لأن مستوى علمه أعلى من ذاك. ذاك لا يهرب، يمشي، هذا يركض، لأنه يعرف الخطر أحسن من ذلك الشخص. الطفل يعلم أن النار محرقة، لا يعلم ما هو معنى الإحراق، يعلم أن النار شيء حار، ولذا قد يقترب من النار. أما أنت الذي تعلم أن النار قد تؤدي بحياتك، قد تقتلك، تهرب من النار، النار مشتعلة في مكان، كيف تهرب منها؟ علمك في درجة أعلى، هروبك يكون أشد. وهكذا وهل مجرى الأمثلة الأخرى، كلما كان المستوى في العقل والعلم أعلى طبيعة عمل الإنسان تختلف. لكن أحيانا تحصل، لا أقول أحيانا، كثيرا ما، لا ليس كثيرا ما، في أكثر البشر تحصل مشكلتان كبيرتان في هذه الأمور. المشكلة الأولى الخلل في العقل والعلم، المشكلة الثانية الانفصام والانفصال بين العقل والعلم وبين العمل. المشكلة الأولى خلل في العقل، خلل في العلم. أنت تريد أن تتزوج ببنت، تعلم أن العائلة الفلانية لهم بنت متدينة خلوقة، تذهب تكلم أهلك، تقوم مع أهلك، تذهبون إليهم لتتزوج بهذه البنت، طبيعي. هذه الأعمال لأجل ماذا كانت؟ لأجل علمك بأن هذه العائلة عندهم بنت مناسبة لك، متدينة خلوقة مثلا، عملك صحيح. ولكن أحيانا يحصل خلل في هذا العلم، أنت تعلم أن هذه العائلة عندهم بنت كذائية، تذهب وإذا العائلة أصلا ما عندهم بنت، عملت أنت أم لا؟ عملت، هذا العمل كان مسببا مؤثرا عن ماذا؟ عن علم؟ لا، عن جهل مركب. أنت كنت تتصور أن هذا علم، هذا ما كان علما، هذا كان جهل مركب، العالم ما عندهم بنت أصلا، علمك كان خطأ. تسميه علما، يقولون لك إلى أين تذهب؟ تقول أذهب إلى العائلة الفلانية. لماذا؟ لأني أعلم أن عندهم بنت. لا، هذا أعلم غلط،
حصل خلل في العلم، النتيجة ما هي؟ النتيجة أنك ضيعت عمرك، أنك ذهبت، أنك صرفت أموالاً في ماذا؟ في شيء تافه. أحياناً لا أضرار تترتب على هذا الخلل في العلم أو العقل. يعني القضية ليست قضية مجرد أنه مثلاً صرفت شيئاً من وقتك، لا، ضرر تتحمل. أن أنت تعلم أن الشيء الفلاني، الدواء الفلاني علاج لك، تأخذ الدواء وإذا أنت تصاب بسبب هذا الدواء بأمراض خطيرة، علمك كان جهلا مركبا، هذا الدواء ضار كان لك. أحيانا علمك ما تسميه علما وهو جهل مركب يؤدي بحياتك، تموت بسبب أنك تسمي جهلا مركبا علما. يا ليت الإنسان يموت. أحيانا بسبب ذلك يفقد الجنة، يكون من أهل النار. إخواني، هذا الإرهابي الذي يفجر نفسه يقتل مجموعة من المؤمنين، ما الذي أدى، لا أقول بحياته الدنيوية، ما الذي أدخله إلى قعر جهنم؟ هذا الشيء الذي يسميه علما وهو جهل مركب. هو يتصور أن الدفاع عن فلانة شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، بالدفاع عن فلانة، عن فلان من أعداء أهل البيت، من قتلة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، بالدفاع عن أولئك يقوم يضحي بحياته من أجل الدفاع عن أعداء الله عز وجل. الخلل في العلم، هو يتصور أن هؤلاء مقربون عند الله عز وجل، إن كان جهلا تقصيريا لا عن قصور، كما أن كثير من هؤلاء جهل تقصيري إن كان جهلا. مشكلة في العلم، مشكلة. يعني أحيانا القضية تكون مرتبطة بالجهنم. المحبوب عند الله عز وجل يبغضه، المبغوض عند الله عز وجل يحبه، يدافع عن أعداء الله يقتل أولياء الله، العياذ بالله تعالى. مشكلة، هذا خلل في ماذا؟ في العلم. أو خلل في العقل أحيانا يحصل، يعني الشيء غير العقلاء يسميه عقلا. شخص يخاف، يبتعد عن الظلمة. لماذا تبتعد عن الظلمة؟ يقول الخوف من العقل. نعم، الخوف من العقل، ولكن هذا جبن، هذا ليس خوفا. مرة الإنسان يخاف من عدو مختبئ في مكان مظلم خوفا عقلائيا، نعم هذا خوف صحيح، شيء عقلائي. ولكن بعض الناس يخاف من أصل الظلمة، مكان مظلم. المكان المظلم، ما فرق المكان المظلم مع المكان المنير؟ هذا مكان، ذاك مكان. يخاف من الظلمة، هذا جبن، هذا ليس خوفا. هو يسميه خوفا، يسميه عقلا، هذا ليس عقلا، هذا خلاف العقل. المشكلة الأولى الخلل في العقل أو الخلل في العلم. هذا الخلل عندما يحصل عمل الإنسان يكون عملا خاطئا، وأحيانا يكون خطيرا، وأحيانا يكون ضارا، ضررا بالغا بدين الإنسان ودنيا الإنسان. الخلل في العقل، في العلم والعقل. ثانيا، المشكلة الثانية الانفصام والانفصال بين العقل والعلم وبين العمل. وما أكثر حدوث هذا الشيء في البشر، 99% من البشر عندهم هذه المشكلة في مجالات مختلفة. يعني ماذا؟ يعني كثير من الأمور التي نعلمها نخالفها، نعلم ولكن نخالف. كمثال مبسط، طبعا شاهدي ليس في هذه الأمثلة، هذا كمثال صغير. شخص يعلم بأن التدخين يضره ويدخن، كمثال، هذا ليس مثالا مهما. بعض الناس يقول لا، التدخين لا يضرني، لا بأس، ما عنده هذه المعلومة.
بعض الناس يعلم أن التدخين يضره مع ذلك يدخن. عنده في هذه القضية الجزئية الصغيرة، أنا كمثال أقول في هذه القضية الصغيرة الجزئية عنده مشكلة، انفصال بين العلم والعمل. هذا العلم فاعليته محركيته ضعيفة لا يحركه. وكما قلت هذه المشكلة موجودة في 99% من البشر أو أكثر، قلة من البشر لا يخالف معلوماته. لا نعلم كثير من الأشياء ونعملها ونعلم أنها ضارة، نعلم بأن كثيرا من الأشياء نافعة ولا عذر لي في تركها، ولكني أتركها. ما أكثر ذلك في البشر إلا ما شاء الله. النماذج الصغيرة صغيرة، نماذج أهم نماذج أهم. أحيانا النماذج تكون في واجبات ومحرمات والعياذ بالله. هذا يحصل للإنسان أم لا؟ نعم، يعلم بأن الشيء الفلاني واجب ويتركه، يصير أم لا؟ العياذ بالله تعالى. يعلم بأن الشيء الفلاني حرام يبغضه الله سبحانه وتعالى مع ذلك يرتكبه، يحدث أم لا؟ المستعان بالله، العياذ بالله تعالى. يحصل أم لا؟ يحصل، حتى للمؤمنين وللأسف. ينبغي أن لا يحصل للمؤمن هكذا شيء، ولكن مشكلة. أحياناً في قضايا عادية، أحياناً لا، في واجبات ومحرمات، ليست قضايا عادية، ليست قضية أن الطعام الفلاني ضار لك وأنت تأكله، قضية عادية. التدخين يضرك، قضية عادية، لا، في معصية الله أعلى من هذا. فقط في المحرمات والواجبات، لا، في العقائد العياذ بالله تعالى. طبعا هذا بعيد عن المؤمنين ولله الحمد. يعلم ويخالف علمه، يحصل أم لا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، يعلمون أحسن من علمي أنا، ولكن كانوا يرفضون. يعلمون بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جعله رسول الله صلى الله عليه وآله إماما على الناس، نعم يعلمون ويخالفون. املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا. كان يعلم من هو الإمام الحسين، كان يعلم، هو يقول إني قتلت السيد المحجبا، أنا أعلم من هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قتله أم لا؟ ذلك اللعين عليه العائن الله تترى أبد الآبدين، يقول للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قاتل الإمام الحسين، يقول للإمام سيد الشهداء في اللحظات الأخيرة، يقول له أنا أقتلك وأنا أعلم أنك ابن رسول الله وأنك خير الناس أبا وأمة. ما كان يعلم من هو الإمام الحسين؟ كان يعلم، ولكن ارتكب تلك الجريمة التي اقشعرت لها أظلة العرش كما ورد في زيارة الإمام سيد الشهداء، في زيارات الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ما المشكلة؟ عنده علم. المشكلة ليست مشكلة أن العلم مختل، لا، العلم موجود بصورة صحيحة. الذين هجموا على دار الصديق الكبرى سلام الله عليها، ما كانوا يعرفون من هي الصديق الكبرى؟ رسول الله ما كان قد قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله؟ ما كانوا قد سمعوا هذه الأحاديث؟ ما كانوا يعرفون من هي فاطمة الزهراء؟ كانوا يعرفون. أحدهم يقول للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني عندهم معرفة عندهم علم، يقول للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أحد هؤلاء الذين هجموا على دار أمير المؤمنين، يقول للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله وأنتم؟
يعني عنده معرفة بالإمام الحسين، يعرف من هو الإمام الحسين. أصلا خلقتنا مرتبطة بكم، هكذا معنى عبارته. وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله وأنتم؟ القضية كلها مرتبطة بكم، مع ذلك يهجم على دار الأمير المؤمنين ويحرق دار الذي فيه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويقول وإن هو نفسه. مشكلة انفصال بين العلم والعمل. هذا العلم يفقد فاعليته، العلم موجود ولكن لا فاعلية لهذا العلم، مشكلة كبيرة. بعض مصادق هذه المشكلة مشكلة صغيرة، قضايا عادية، بعض المصادق مشكلة كبيرة في الواجبات والمحرمات الأكبر من هذا، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. تستحصل مشكلة في العقيدة، العياذ بالله تعالى. ما العلاج؟ إلى وقت آخر إن شاء الله. ولكن كلمة أقول، كيف تفاصيل لا أقول الآن. شهر رمضان، عجيبة هذه الكلمة، كلمة جدا رقيقة، كلمة شهر رمضان. عندما تسمع أصلا هذه الكلمة قلبك ينشرح، قلبك، هذه الكلمة كلمة شهر رمضان تجعل قلبك ينفتح لقبول النصيحة، لقبول التوبة. اسمه شهر رمضان، شهر عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول عن شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات من الهدى، الكلمة الأولى هدى نكرة، الكلمة الثانية الهدى. ليس حديثنا عن هدى للناس، حديث مفصل لطيف جدا، لا، حديثنا عن المقطع الثاني باختصار شديد. القرآن ما هو؟ القرآن الذي أنزل في شهر رمضان ما هو؟ هدى للناس، هذا أولا، هدى للناس. هذا الثاني مرتبط بكم، الأول لعله غير مرتبط بكم، لعله المرتبط بكم أنتم المؤمنون. وبينات من الهدى والفرقان، بينات، بينة يعني ماذا؟ يعني شيء بين واضح، يعني القرآن يتضمن هداية واضحة، الهدى، بينات من الهدى، هذه درجة أعلى، يعني مرحلة متقدمة من الهداية، والقضية بينة واضحة. المشكلة الأولى ما هي؟ المشكلة الثانية ما هي؟ القرآن يحل المشكلتين، بينات من الهدى والفرقان. المشكلة الأولى ما هي؟ اختلال في العلم، لا يتمكن الإنسان أن يميز بين العلم والجهل، لا يفرق بين العلم والباطل، بين الحق والباطل. هذه المشكلة، يتصور أن المكان الفلاني فيه شيء مفيد له، يذهب إلى المكان الفلاني يتبين أنه شيء ضار، خلل بين الحق والباطل. القرآن بينات من الفرقان، فرقان يعني ماذا؟ يعني الفارق بين الحق والباطل. القرآن يبين لك ما هو العلم، ما هو الجهل المركب. هذه الكلمة تحل المشكلة الأولى باختصار شديد، الكلمة الأولى تحل المشكلة الثانية، الهدى. المشكلة الثانية ما هي؟ علم موجود، الإنسان مع العلم ينحرف، هداية ما عنده، القرآن عنده بينات من الهدى. حل للمشكلة الأولى والثانية. وليس بينة، بينات،
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن. طبعا القضية بالنسبة لكم واضحة، القرآن وحده أبدا أصلا بأي دليل من الأدلة، لا يوجد دليل واحد على أن القرآن وحده يكفي، بل هناك أدلة عديدة، كل ما يستدل به المسلمون، لا أقول الشيعة، المسلمون، كل ما يستدل به المسلمون يدل على أن القرآن وحده لا يكفي. حسبنا كتاب الله، غلط. القرآن هو يدل على ذلك، يدل أن حسبنا كتاب الله غلط، أن القرآن هو القرآن، يقول القرآن وحده لا ينفع. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن الكريم هو بصريح العبارة يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بهما، ليس بالقرآن. أدلة أخرى، المسلمون يستدلون بماذا؟ بسبعة أدلة. كل الأدلة السبعة التي يستدل بها المسلمون تدل على أن القرآن وحده غلط. القرآن مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إن شاء الله أذكر تفصيل ذلك في وقت آخر إن شاء الله لكم. القرآن طبعا مع أهل البيت، فيه بينات من الهدى والفرقان. الحديث له صلة، لعلنا نوفق للوقوف عند التفاصيل العلاج لهاتين المشكلتين. كيف يستخرج العلاج، كيف يستخرج الإنسان المؤمن العلاج من القرآن وكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهاتين المشكلتين، مشكلة الخلل في العقل والعلم، مشكلة الانفصام بين العقل والعلم وبين العمل. كلمتان أخيرتان، هذا الموضوع نغلقه، كلمتان أخيرتان. الكلمة الأولى، في العام الماضي اقترحت أن تطبع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعة لطيفة، الإنسان يأخذ الخطبة الشريفة يجعلها في مثلا سجادة صلاته في مكان، في كل يوم خطبة لطيفة جميلة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله على أبواب شهر رمضان، إما بداية شهر رمضان كان أو أواخر شعبان، هذا الشيء غير مذكور في الرواية الشريفة، على أبواب شهر رمضان خطب هذه الخطبة العظيمة اللطيفة المفيدة جدا. الإنسان في كل يوم من أيام شهر رمضان ينظر في هذه الخطبة، ولو يقرأ من هذه الخطبة مقطعا، ثلاث أسطر، سطران، سطرين. بعض المؤمنين، قلة من الشباب، بالفعل طبعوا هذه الخطبة طباعة لطيفة، خلال أقل من أسبوع طبعوها، من أول ما قرروا إلى أن طبعوا هذه الخطبة ووزعوها بين المؤمنين، ورأيت بعض المؤمنين بالفعل كان يقرأ هذه الخطبة. كم كان تأثير هذه الخطبة ليس لإحصاء، ولكن حتما له تأثير قطعا، النظر في هذه الخطبة الشريفة، الإنسان ينظر في هذه الخطبة الشريفة كل يوم ولو دقيقة واحدة، حتى يكون تقصير الإنسان في هذا الشهر العظيم قليلا، لا أقول تقصير الإنسان ينعدم، يقل تقصير الإنسان في هذا الشهر، ينتفع من هذا الشهر المبارك أكثر. ولعله في هذه السنة، يعني يا حبذا أن البعض أيضا يطبع هذه الخطبة طباعة بصورة أفضل إن شاء الله. الإنسان طبعا، البعض يوزع هذه الخطبة، الإنسان يأخذ هذه الخطبة يقرأ هذه الخطبة في كل يوم دقيقة من هذه الخطبة فقط. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، هذا اليوم آخر جمعة من شعبان، الجمعة القادمة جزء شهر رمضان، في آخر جمعة من شعبان هناك روايات شريفة عديدة، قرأت بعض الروايات الشريفة لكم سابقا، اليوم أريد أن أقرأ لكم رواية شريفة في العام الماضي مثل هذا اليوم قرأتها لكم، أريد أن أكرر هذه الرواية الشريفة، ولعل هذه الرواية الشريفة سمعتموها أكثر من مرة مني أو من غيري، ولعلكم قرأتم هذه الرواية الشريفة، ورواية شريفة أخرى
أشير إليها فقط. الروايتان ترويان عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى عن عبد السلام ابن صالح الهروي، أبي الصلت الهروي، لعل بعضكم زاره في أطراف مشهد المقدس، كان خادما ثقة جليلا من أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، خادم عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام في آخر جمعة من شعبان مثل هذا اليوم، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه أولا، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. كم قصرت أنا عن نفسي أتكلم، كم قصرت في شعبان، هذه الأيام الأخيرة من شعبان أتدارك تقصيري. ثانيا، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. كم من التوافه اهتممنا بها في أيام شعبان، هذه الأيام المباركة المهمة العظيمة، أترك تلك التوافه، أهتم بأمور تسوى. ثالثا، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. رابعا، وتب إلى الله من ذنوبك. تب، توبة، رجوع، ندم. ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص أو مخلص لله عز وجل. حتى يدخل شهر رمضان أنا أكون مخلص لله، أو على الأقل مخلص. ولا خامسا، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. عليك أمانة، أدي الأمانة، أي أمانة كانت. أنا أضمن حياتي بعد ثانية، بعد دقيقة، إن شاء الله فيما بعد أؤدي هذه الأمانة، أدي الأمانة خلص. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. الشخص الفلاني مؤمن وأنت تعرفه مؤمن، قال كلمة كذائية أو مشكلة، خلاص. ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه. ظاهر العبارة أن الذنوب التي الإنسان يرتكبها باستمرار والعياذ بالله تعالى. واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك. حديث التوكل حديث مفصل، توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر. هذه العبارة كررها أكثر من مرة، أكثر من هذه العبارة، طبعا مع الالتفات: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. في بعض النسخ كلمة قد غير موجودة، اللهم إن لم تكن غفرت بدون قد غفرت. كلتا العبارتين تؤديان الغرض. وأكثر في من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر، شهر رمضان يعني، رقابا، لعله أو شهر شعبان، رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. لا، شهر شعبان، في هذا الشهر، في شهر شعبان، الله عز وجل لحرمة شهر رمضان يعتق رقابا حتى يدخل الناس إلى شهر رمضان طاهرين. حديث شريف آخر أقرأ مقطع صغير منه. هذا الحديث عن الحسن بن علي الخزاز الثقة الجليل، قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح الهروي يعني، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر أجلاء أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن سنان، وخادماه ياسر ونادر وغيرهما. فقال
الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال لخاصة أصحابه: معاشر شيعتي، تكلم الإمام عليه الصلاة والسلام الآن قال: معاشر شيعتي، إذا طلع هلال شهر رمضان فلا تشيروا إليه بالأصابع، ولكن استقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم إلى السماء وخاطبوا الهلال وقولوا. الإمام علمهم دعاء معينا مذكور في كتب الأدعية. فما إلى أن قال: فما من عبد فعل ذلك إلا كتبه الله تبارك وتعالى في جملة المرحومين وأثبته في ديوان المغفورين. ولقد كانت لاحظوا العظمة، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يستدل على استحباب الشيء بعمل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عبارة جدا عظيمة. ولقد كانت فاطمة سيدة نساء العالمين عليها الصلاة والسلام تقول ذلك سنة. الصديقة الكبرى كانت تقول هذه سنة، أن تقرأ هذا الدعاء عندما ترى هلال شهر رمضان: فإذا طلع هلال شهر رمضان فكان نورها يغلب الهلال ويخفى. فإذا عندما كانت الصديقة الكبرى واقفة لا أحد يرى الهلال، فإذا غابت عنه ظهر. هذه العبارة حقا تحتاج إلى تفسير. نور إنسان على الأرض يخفي نور الهلال، هذا شيء يحتاج إلى تفسير، ولكن هذا كلام ثقة جليل عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ينقله عن إمام معصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم بحقهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك أرحم الراحمين وأنت مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي.